يخصصه لانطلاق الطبعة الثانية والعشرين للمعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعة الزراعية بمشاركة 600 عارض من 93 دولة. مشاهدين الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من قصر المعارض المحتضن لفعاليات انطلاق هذه الطبعة سيد محمد شريف سماتي، مختص في تطوير المؤسسات والتصدير. أهلا بك معنا. إذن مشاهدينا، مرحبا، لا أدري، أهلا بك معنا سيد سماتي. نتكلم لربما حول انطلاق هذه الطبعة للمعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الزراعية. ما هي أهمية هذه الطبعة وما هي الأمور التي تميزها لربما عن الطبعات السابقة؟ مرحبا بكل المشاهدين على قناتنا الشروق. هذا الطبعة، الشيء المميز في هذا الطبعة أنه هناك الكثير من المؤسسات الجزائرية اللي قدمت منتوج متطور ومنتوج يحمل أكثر من معتاد من نسبة الإدماج. نلاحظ باللي كثير من المؤسسات المشاركة خاصة في مجال السقي، هذه المؤسسات طورت من منتوجها بالشراكة أو بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، اكتسبت منها الخبرة والتكنولوجيا، قدمت للفلاح الجزائري منتوج جديد يتأقلم مع طبيعة الفلاحة الجزائرية ومع طبيعة السياسة الفلاحية اللي يعني المتبعة منذ سنوات قليلة، اللي هي الفلاحة المكثفة. نلاحظ بهذا الطبعة أيضا وجود شركات أجنبية أول مرة تحس من خلال الحوار ومن خلال المعاملات مع هذه الشركات الأجنبية أنه فعلا يحسوا بالمنافسة في الجزائر من طرف المؤسسات الجزائرية. عادة في الطبعات السابقة نلاحظوا باللي المؤسسات الأجنبية اللي شاركت في هذا المعرض أو غيره من المعارض الفلاحية جاءت هنا لتبيع منتوجها. أول مرة من خلال الكلام معهم والحوار معهم ينتاب إليك هذا الإحساس أن المؤسسات الأجنبية فعلا حست باللي كاين مؤسسات وطنية جزائرية قادرة تنافسهم في المنتوج في النوعية وفي الكيفية تاعو. وجود منافسة بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية المشاركة هو أبرز ما التمسته خلال هذا المعرض وخلال انطلاق هذه الطبعة. ما هي ربما أهمية هذه الطبعة في توليد هذه المنافسة وجعل هذا الاحتكاك ما بين المؤسسات الوطنية وحتى الدولية، وكيف بإمكان مؤسساتنا الوطنية الاستلهام من التجربة الدولية للتوجه نحو التصدير؟ فعلا من خلال هذا المعرض ومن خلال اتصالات ببعض الزبائن المحتملين في الجزائر وخارج لاحظنا شيء جديد، أنه المؤسسات الأجنبية هنا في الجزائر بدأت تحاول أنها تكون عندها سوق خارجية من خلال الجزائريين. بما أننا توجهنا كجزائريين كمنتجين جزائريين توجهنا للسوق الخارجية، وفعلا الإنتاج الجزائري أثبت كفاءته في كثير من المجالات في المجال الفلاحي بالذات. نعطيك مثال بسيط جدا، اليوم الصباح بعثة من دولة بوركينا فاسو كنا تعاملنا معها من قبل في أمور أخرى فلاحية، بمجرد أنهم تعرفوا على المنتوج هذا وشافوا الخصائص نتاعو حاولوا يقارنوا مع منتوج دولة أخرى دون ذكر الاسم معروفة بهذا الإنتاج بالذات في مجال السقي. لما رأى المميزات تاع الإنتاج الجزائري والأسعار لاحظ أنه القرب والكمية اللي نقدر نوفروها له والنوعية والتكنولوجيا والمواد الخام المصنوع بها المنتوج، أنه السوق عرض علينا أنه يكون زبون يعني من زبائننا.
والشيء الأكيد أنه بإذن الله بعد هذا المعرض راح تكون عندنا أكيد على الأقل صفقة أو اثنين مع الدول المحيطة بنا، لأنه احنا نحاول ندرس احتياجات الدول المحيطة بالجزائر اللي هي امتداد حيوي، يعني امتداد اقتصادي للجزائر، ومع سياسة الدولة المبرمجة يعني في تشجيع التصدير واكتساب التكنولوجيا، بإذن الله تكون عندنا أفاق جيدة في التصدير. اليوم الدولة الجزائرية تسعى لجذب الاستثمارات لربما في مختلف المجالات، الجانب الفلاحي والزراعي ومجال مهم في ظل سياسة الدولة التي تسعى لبلوغها تحقيق الأمن الغذائي. كيف تساهم لربما هذه المؤسسات المشاركة من خلال هذا المعرض في جذب هذه الاستثمارات؟ لا يخفى عليك أن الجزائر تعتبر مجال خام ومجال يعني مازال كومونديغ يعني مازال فيرج يعني قابل للاستثمار، والجزائر هي منطقة قابلة للاستثمار وللتطوير. المؤسسات الأجنبية اللي موجودة هنا في المعرض كثير منها راه يبحث على اتصالات تدير الاستثمار المباشر او الاستثمار الغير مباشر، لكن انا شخصيا يعني ندعو المؤسسات الجزائريه ان تدير الصفقات معامله بالنديه، ما دام الدوله الجزائريه وفرت القوانين والمناخ الاقتصادي لمعامله المؤسسات الاجنبيه بالنديه، نبحثوا على الشراكات للاستثمار المباشر، مش استثمار عندك منتوج تجي تبيعه في الجزائر. احنا عندنا انتاج وطني، عندنا تكنولوجيا، نحب نديروا تطوير للتكنولوجيا الموجوده، يعني نديروا شراكات وتعاون مع مؤسسات اجنبيه للاستثمار المباشر، يعني نكتسبوا تكنولوجيا جديده ونطوروها لانه عندنا الكفاءات، والمناخ العام في الجزائر هو مناخ قابل للاستثمار. يكفي انه الناس تبحث وتلجا للناس المختصين في تطوير المؤسسات لإقامة علاقات متينة وصحيحة بمنطق رابح رابح، يعني نخرج من الإطار العام اللي كان في القديم أنه الجزائر سوق وليست مجال للاستثمار. الجزائر مجال للاستثمار المباشر وليست سوق فقط لبيع المنتجات المؤسسات الأجنبية. يعني نعم، شكرا لك السيد محمد شريف صماتي، مختص في تطوير المؤسسات والتصدير، على المداخلة.